بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحية لكم جميعا. نستأنف على بركة الله تعالى هذه الجلسات العلمية، وعندنا في هذه الجلسة محاضرتان وتعقيبان، فلنشرع فيهما بإذن الله تعالى. والمحاضرة الأولى هي للدكتور فهد الجوهني بعنوان مقاصد الشريعة المستنبطة من أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وما شبهها من الصلح. هذه المحاضرة يلخصها ثم يعقب عليها الدكتور مولاي مصطفى الهند، وله من الوقت 25 دقيقة، فليتفضل بملخص المحاضرة ثم بالتعقيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدموا بالشكر الجزيل إلى مؤسسة الفرقان وإلى مركز المقاصد في الرباط وإلى كل الحضور الكريم معنا في هذه الدورة العلمية، وأشرف بتقديم ملخص لبحث الأستاذ دكتور فهد نساعد الزيدي الجهني الموسوم بالمقاصد المستنبطة من تصرفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في القضاء والصلح. الباحث قسم بحثه إلى تمهيد ومبحثين، وعصارة هذا البحث ضمنه في المبحث الثاني. المبحث الأول طبعا خصصه للحديث عن المقصود بالتصرفات النبوية وضابط التفريق بينهما. والمبحث الثاني كما قلت الذي هو صلب الموضوع، صلب البحث، حول نماذج من تصرفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالقضاء والصلح واستنباط ما فيها من مقاصد وحكم، وقد بين ذلك من خلال 7 نماذج. فإذا سأخصص ملخصي حول هذه النماذج باعتبارها هي صلب الموضوع. النموذج الأول، حكمه صلى الله عليه وسلم في من زوج ابنته وهي كارهة، وأرجو أن لا أكون مخلا بما ورد في هذا البحث، معتذرا لصاحبه ولفضيلتكم جميعا. إذن هذا النموذج الأول، حكمه صلى الله عليه وسلم في من زوج ابنته وهي كارهة، وأورد فيه الباحث حديث الإمام البخاري رحمه الله في باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، وتحدث عن المقاصد المستنبطة من هذا القضاء النبوي، فقال: الذي يظهر من سياق القصة أن حكم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتصرفه كان بالقضاء، لأن القضية فيها طرفان متخاصمان أو متنازعان، وهذا القضاء منه صلى الله عليه وسلم هو في غاية العدل والإنصاف، وفيه تقرير وتأكيد لمقصد شرعي وهو مقصد العدل. النموذج الثاني، قضاؤه صلى الله عليه وسلم في الأخذ من مال الزوج بالمعروف دون علمه إذا كان شحيحا، وأورد كذلك قول الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. من نماذج تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والصلح، وخصصه لحكمه صلى الله عليه وسلم في من زوج ابنته وهي كارهة، وقد أوردت الحديث. فذكر الباحث المقاصد المستنبطة من هذا القضاء النبوي، قال: الذي يظهر من سياق القصة أن حكم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتصرفه كان بالقضاء،
لأن القضية فيها طرفان مختصمان. ثم قال: وهذا القضاء منه صلى الله عليه وسلم في غاية العدل والإنصاف، وفيه تقرير وتأكيد لمقصد شرعي وهو مقصد العدل. بعد ذلك انتقل إلى النموذج الثالث: قضاؤه صلى الله عليه وسلم في الأخذ من مال الزوج بالمعروف دون علمه إذا كان شحيحا. وأورد كذلك الحديث الإمام البخاري. والمقاصد المستنبطة من هذا الحديث ذكر فيها ثلاث مقاصد. المقصد الأول هو دفع الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه. المقصد الثاني حرية التعبير عن الرأي وما يجيش في النفس. والمقصد المستنبط كذلك إعمال العرف واعتبار ما عليه الناس من عوائد وطبائع في مجتمعات معينة. النموذج الثالث الذي أورده الأستاذ في بحثه: قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض. وذكر أن هذا ما ورد فيه من نصوص بين أيديكم على كل حال ما ورد هو من قبيل القضاء. يكفل المرأة حقها بالمهر إن تم عقد النكاح دون ذكره، ويصحح النكاح بدون ذكر المهر ابتداء. وذكر أن من المقاصد المستنبطة في هذا النموذج هو تحقيق مقصد العدل، ومنه المساواة بين النساء في وجوب المهر. النموذج الرابع: قضاؤه صلى الله عليه وسلم في قسمة الماء. وعلى كل حال النصوص بين يديكم. وذكر من المقاصد المستنبطة في هذا القضاء النبوي أن الأولى بالقاضي أن يتوخى الإصلاح ما استطاع لذلك سبيلا، فهو مقصد عظيم ومعنى شريف. ثم ذكر كذلك أن من بين مقاصد هذا النموذج القضاء النبوي في هذا النموذج تحقيق مقصد عظيم، وهو وجوب اتباع السنة والرضا بحكم الشرع أيا كان مصدره من كتاب أو سنة صحيحة. النموذج الخامس وهو خاص بالصلح النبوي، وأورد فيه حديث صحيح ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى بن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وأومأ إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: فقم فاقضه. ففي من تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشبه القضاء الصلح بين المتنازعين، والصلح مقصد شرعي عظيم. ومن المقاصد كذلك المستنبطة في هذا تشريع عظيم وإلزام لكل قاض بأن لا يقضي أو يصلح على نحو يخالف الشرع. ثم كذلك من المقاصد ما يستفاد من تقرير مبدأ شرعي، وهو أن ما قبضه الذي قضي له ما قضي له به إذا كان خطأ مخالفا للسنة المجتمع عليها لا يدخله قبضه له في ملكه ولا يصح ذلك له. النموذج السابع حكمه صلى الله عليه وسلم في الحضانة، وأورد حديث الإمام ما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أورد المقاصد المستنبطة في هذا القضاء أن الحضانة لا بد فيها من حكم قاضي، فلا يصلح فيها الفتوى لوجود الخصوم وتأثير جملة من الأوصاف والأسباب على توصيف الحكم وتسبيبه. ثانيا: توخي الشرع للعدل ومراعاة مصلحة الطفل في توفير الحضن أو الحضن المناسب له. ثالثا: أن الأوصاف السليمة الفطرية إذا ذكرت في الدعوى لها أثرها في إناطة الحكم بالصالح منها. نصل إلى خاتمة البحث، وأورد فيها مجموعة من الأمور: أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية باختلاف مقاماتها الصادر عنها الأصل فيها التشريع.
لأنه ما بعث إلا لذلك، ولا يخرج عن هذا الأصل العظيم والمضطرد إلا ولا يخرج إلا بدليل صحيح. ثانيا، التمييز بين تصرفات النبي الكريم باختلاف المقامات مسألة مهمة نبه إليها أهل العلم، وثمرة هذا التمييز والله أعلم هي أن الأفعال المتعلقة بالقضاء والإمامة مثالا لا يقدم عليها إلا بإذن من أوكل إليه ذلك من قاض أو إمام، بخلاف الأفعال الأخرى فلا يشترط فيها ذلك. وقد ذكر القرافي في كتابه أمثلة مهمة يمكن من خلالها فهم منهجه في التفريق بين هذه التصرفات وثمرة التفريق. ثالثا، دراسة أقضية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مهمة جدا، خاصة لمن يشتغل في هذا السلك من القضاة وأعوانهم. رابعا، غالب اجتهاد القاضي يتلخص في الاجتهاد في تنزيل الأوصاف المقررة في الأحكام الكلية على الأوصاف الكائنة في الوقائع القضائية، فتصير الأحكام منزلة على الوقائع والأعيان بخصوصها بدلا من بقائها عامة مجردة كائنة في الأذهان. خامسا، توخي العدل وتحقيقه هو المقصد الرئيس الذي تدور عليه أحكام الشرع عامة والقضاء خاصة، وأقضية النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا وخالدا لتحقيق هذا المقصد العظيم. سادسا، مقصد تأليف قلوب المسلمين لا سيما المتخاصمين مقصد ظاهر في الشريعة وله أدلته وصوره الكثيرة، ومنها تصرفه صلى الله عليه وسلم بالصلح بين المتخاصمين قبل القضاء والفصل. ومما يؤخذ من تصرفاته الكريمة جواز الشفاعة قبل القضاء للوصول لحكم يرضي الأطراف جميعا. لنصل في الأخير أو يصل الباحث إلى توصية مفادها الأمور الكلية والقواعد المرعية التي تعين القضاء وأعوانهم القضاة عفوا وأعوانهم على ضبط الاجتهاد القضائي تتحقق بتنزيل الحكم الشرعي على محله الصحيح وواقعته السليمة مراعيا يعني الاجتهاد خصوصية كل ذي واقعة كل واقعة وما اقترن بها من أحوال ومعطيات متنوعة قد تقتضي أحيانا الانتقال من حكم إلى حكم أو من راجح إلى مرجوح. هذه القواعد الكلية أو ما يسميه بعض الباحثين بأصول التوصيف مهمة جدا ولا بد من فقهها ومراعاتها، وهذه الأصول في الغالب لا تتعدى أولا مراعاة المآلات، ثانيا مراعاة مقصد الشارع وحكم التشريع، ثالثا مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص، رابعا مراعاة الضرورات والحاجات، خامسا مراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات. وجميع هذه القواعد الكلية أصولها موجودة في أقضية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويمكن استنباطها منها، والحمد لله رب العالمين. طيب، عقب على البحث للأستاذ دكتور فهد مساعد الجويني، أولا شكر له لفضيلته بحثه الماتع هذا، وأرجو أن لا أكون قد أخللت به ولو كان الإخلال بسيطا. وهذا البحث موسوم بالمقاصد المستنبطة من تصرفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في القضاء والصلح، وأعتبره من المواضيع المهمة العلمية الوقتية، حيث تناول فيه بالدرس والتحليل بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بقصد استنباط مقاصدها واستخلاص فوائدها. إذن سأدلف مباشرة إلى الملاحظات، وسأقتصر كذلك على جوهر البحث، وهو المبحث الثاني الخاص بالنماذج التي تحدث عنها، وهي نماذج سبعة. فما يلاحظ على النموذج الأول الذي تحدث فيه الباحث عن قضائه صلى الله عليه وسلم في من زوج ابنته وهي كارهة، وقد استنبط الباحث له ثلاث مقاصد كما سبق، وحق له أن يضيف مقصدا رابعا ويتمم ويجمل ما سبق من مقاصد، وهو مقصد الإحسان، حيث يعتبر مقامه أعلى من مقام أو من مقصد العدل. بالنسبة للملاحظة على النموذج الثاني، قضاؤه صلى الله عليه وسلم في الأخذ من مال الزوج بالمعروف دون علمه إذا كان شحيحا، ذكر الباحث المقاصد المستنبطة من هذا القضاء النبوي، ذكر له أربعة مقاصد مستنبطة، ولمزيد من تعليل هذه المقاصد وتأكيدها
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن من القواعد التي يقررها هذا الحديث الشريف الذي أورده وعول عليه الباحث في بحثه هنا في هذا النموذج الثاني، هذا الحديث الشريف يقرر قاعدة للوسائل أحكام المقاصد، فحبذا ولو رجع إليها الباحث وأعملها في هذا الجانب المقاصدي. النموذج الثالث والرابع ليست فيه ملاحظات. النموذج الخامس الصلح النبوي، وما يمكن ملاحظته على هذا النموذج الأمور التالية الآتية: أولاً، لم يجتهد الباحث في تقديري في ترتيب المقاصد المستخلصة من الأوصاف النبوية إلى درجاتها، من حيث القطع أو الظن، من حيث القطع أو الظن الأصلية منها والتبعية الكلية والجزئية، وأمام هذا العموم في التناول يبقى ما استخلصه من المقاصد غير قابل للقياس أو التنزيل على جزئيات أخرى مماثلة، وبيان ذلك وتفصيله في الورقة التي بين أيديكم. الملاحظة الثانية حول هذا النموذج الخامس: لم يميز الباحث كذلك عند سوقه أو سوقه لتعريف الصلح من الموسوعة الكويتية بين الإبراء والصلح والحط، وهي ألفاظ متشابهة، غير أن عدم التمييز بينها مظنه إلى الخلط بين أحكامها والتزاماتها. فهل ما أشار إليه من خلال حديث كعب بن مالك إبراء أم صلح أم حط وإسقاط؟ نحتاج إلى إزالة هذا الغموض وإلى شيء من البيان، وأن يكون الفكر في هذه الحالة فكرا وضاحا. الملاحظة الثالثة: خلط الباحث بين التصرف بالإمامة النبوية وبين التصرف بالقضاء بالصلح، فقوله بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اذهبوا بنا نصلح، فقد بوب البخاري في صحيحه باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح، وذكر قصة أهل قباء إلى غير ذلك. هذا الإيراد منه على خلاف ما أورده مثالا للقضاء بالصلح من خلال قضية حط دين كعب بن مالك، فهذا مثال للتصرف بالقضاء، وما أورده الإمام البخاري من خلال قصة أهل قباء مثال للتصرف بالإمامة منه صلى الله عليه وسلم، وفرق بين التصرفين كما لا يخفى على فضيلتكم، وعلى ذلك تنبني نتائج وأحكام مختلفة بحسب الأزمنة والأمكنة. الملاحظة الرابعة حول هذا النموذج: من خلال حديث كعب بن مالك قصد النبي صلى الله عليه وسلم قضاء تشجيع المسلمين على إنذار المعسير لذلك، ولكنه حبذا لو ذكر الباحث مقصدا آخر، وهو مراعاة حرمة المساجد قبل الدعوة إلى إنذار المعسر. انتقل إلى النموذج السادس. النموذج السادس في نقد الصلح غير الجائر والحكم بغيره، ومما يمكن ملاحظته على هذا النموذج: فضيلة الباحث أورد فيه من التصرفات النبوية بالقضاء ما يلي، ذكر مجموعة من النصوص منها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقض الصلح الحرام وإقامة الحد على الزاني إلى غير ذلك، واعتبر ما أورده الباحث من أحكام ومن مجموعة من الأحاديث خاصة الحديث الوارد في موطأ الإمام مالك، اعتبر هذا الحديث وما قدم به له مثالا للصلح ورتب عنه مقاصد. والصواب في تقديري إدراج هذا الشاهد ضمن لواحق النموذج الخامس تحت عنوان من قبيل ضوابط القضاء بالصلح، ولا يفرد له مطلبا خاصا به تحت مسمى النموذج السادس. أخيرا النموذج السابع قضاؤه صلى الله عليه وسلم في الحضانة، وعليه ملاحظة واحدة: ساق الحديث الباحث حفظه الله ضمن هذا المطلب قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في جزئية الحضانة، وأورد حديثا في الموضوع، ثم ذيل الشاهد بتعليقات مقتبسة ثم مقاصد ممتوحة بحسبه، غير أن إيراد هذا النموذج تحت عنوان القضاء بالصلح في تقديري غير صالح وهو مردود على الباحث، فهذا شاهد على تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء حكما وإلزاما لا صلحا وإرشادا وتلطيفا بين المتخاصمين، ولكن رد للحق إلى صاحبه وبيان شروط ذلك. أختم لأقول: يعتبر موضوع أستاذنا المفضل الدكتور فهد بن سعد الزيد الجهني المقاصد المستنبطة من تصرفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في القضاء والصلح
من أهم المواضيع البحثية التي يمكن تضمينها تصنيفها ضمن الواجبات العلمية الوقتية التي تحتاجها الأمة الإسلامية في وقتها العصيب هذا، وذلك لما فيه من أجوبة معرفية دقيقة وعميقة عن عدد من القضايا الحساسة المرتبطة بالمقاصد السنية المستنبطة من تصرفات خير البرية صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.